يقول: ما أقل شيء يجوز صلاته في الليل، أي أنني إذا صليت وأكون قد قمت الليل بإذن الله. ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يفيد أنك إذا صليت 8 ركعات أو 9 ركعات أو 10 ركعات أو 11 تكون قد قمت الليل، إنما الباب مفتوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وبالله التوفيق.